ذلك أكدت مصادر مطلعة للعربية أن مصر طالبت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة من أجل إبرام هدنة في أسرع وقت ممكن. وأضافت نفس المصادر أن القاهرة اقترحت على تل أبيب وقف إطلاق النار لساعات، مما يسمح بتوفير الظروف اللازمة للتوصل لهدنة، إلا أن القاهرة لم تتحصل على رد إسرائيلي. الجولات التفاوضية من قبل الوسيط المصري لا تواجه الآن نجاحا كبيرا نظرا لاستمرار القصف من الجانبين، والوسيط المصري طلب أن يتوقف إطلاق النار حتى تتمكن الوفود من الدخول إلى غزة أو حتى من الاتصال المباشر مع الفصائل الفلسطينية، وخاصة أن كانت لدينا مصادر بالأمس أخبرتنا أن القيادات الجهاد الإسلامية يتم نقلها إلى أماكن أخرى أكثر أمنا، وهذا طبعا يصعب من الاتصالات المباشرة.